حاملين أحلام الوطن المنهك بالجراح، شامخين رغم البعد والظروف. هكذا يحتفل طلبة اليمنيون الدارسون في الخارج بثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر مجيدتين، مجسدين الوحدة الوطنية والتضامن بين أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج. لوحة جسدها أحفاد القردع ولبوزة والزبيري في الخارج، أكدوا من خلالها التمسك بأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر والحفاظ على سيادة البلد من العابثين. التوعية بالتاريخ ونشر الثقافة والتعريف بالثورات اليمنية ثلاثة أهداف تضمنتها فعاليات احتفال الطلبة اليمنيين في الخارج بعيدي سبتمبر وأكتوبر، وهي فرصة لتعريف الشعوب الأخرى بالتاريخ والتراث اليمني وتحقيق فهم أعمق لليمن وقضاياه المعاصرة. يعود 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر ليذكر اليمنيين في الداخل والخارج بأهمية التمسك بأهداف الثورتين المتمثلة في التحرر من الاستبداد والاستعمار وإقامة حكم جمهوري عادل يزيل الفوارق والامتيازات الطبقية. وفي كل عام تحرص الاتحادات الطلابية بالتعاون مع الجاليات اليمنية في المهجر على إقامة الفعاليات الاحتفالية بالأعياد الوطنية من أجل تعميق الانتماء للوطن وتعزيز الوحدة والتعاون بين اليمنيين في بلاد المهجر بمختلف الانتماءات. ربما تمنى هؤلاء الطلاب الاحتفال بثورتي سبتمبر وأكتوبر في ظروف أفضل مما هو عليه الواقع اليمني اليوم بعد استمرار انقلاب الإماميين الجدد على أهداف سبتمبر في صنعاء وجلب خونة أكتوبر الاحتلال الأجنبي من جديد إلى عدن، غير أن الأمل لا يزال قائما برحيل هؤلاء طال الأمد أم قصر.